به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال المشركون: إن كان محمد كما يزعم نبيا فلما يعذبه ربه؟ ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة؟ ينزل عليه الآية والآيتين والسورة والسورتين؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قصة آية. كانوا يرون أن القرآن حينما ينزل بالآية والآيتين والسورة والسورتين أنه عذاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل في علا بهذه الآيات بيّن أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة من أجل أن يكون سبب في ثبات محمد صلى الله عليه وسلم على الحق وعلى دين الله حتى يلقى الله عز وجل. القرآن كان سببا في ثبات النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدين، وأيضا هو سبب لثباتي وثباتكم على دين الله حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب الثبات على الدين هو كتاب الله وكلام الله، هذا القرآن العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. القرآن الكريم سبب من أسباب الثبات، سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب الثبات. ما من مؤمن ولا مسلم إلا ويتمنى أن يثبته الله عز وجل على الحق حتى يلقى الله. القرآن سبب، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب، وأيضا من الأسباب كثرة دعاء الله بأن يثبتك الله سبحانه وتعالى على هذا الدين. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن رسول الله وعن دعائه، فقالت: كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مما يثبتك على دين الله مجالسة الصالحين واختيار صحبة الأخيار. قال الله سبحانه وتعالى موصيا نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والمصابرة على ماذا؟ على الصحبة الصالحة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من أسباب الثبات كثرة الحسنات وترك المنكرات، وبالذات في الخلوات حينما تكون في مكان لا يراك فيه إلا رب الأرض والسماوات. فذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، وطاعة الخلوات سبب للثبات بإذن الله سبحانه وتعالى. انظروا أخيرا في أحوال من ثبتوا على هذا الدين واقتدوا بهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قصة آية. به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا،
روايات وقصة آية ليست رواية بل المصباح في درب الهداية. قصة آية قصة آية.